متقابلين عشان المحاضرة الستة تحت عنوان الكينيتكس اوف بارتكل. وطبعا انا كاتب لكم هنا في التايتل بارت 1 لان ان شاء الله الكينيتكس اوف بارتكل هناخدها في محاضرتين، محاضرة الاسبوع ده وان شاء الله محاضرة الاسبوع الجاي. كنا احنا اخدنا سوا الكينيماتيك اوف بارتكل لما قلنا ان احنا هندرس البيهيفير بتاع البارتكل. البيهيفير بتاع البارتكل دوت هيمشي في ستريت لاين ولا هيمشي في كيرف؟ طب لما هيمشي في ستريت لاين او كيرف مكانه فين؟ البوزيشن فين؟ طب هي سرعته دلوقتي بكام؟ طب خلال 3 ثواني كانت الافريج فيلوسيتي بتاعته كانت بكام؟ طب هو عنده اكسلريشن ولا ماشي بكونستانت فيلوسيتي؟ طب الاكسلريشن ديت هي كمان كونستانت ولا فاريبل؟ طب لو هي كونستانت نعمل ايه؟ طب لو هي فاريبل نحل ازاي؟ واخدنا كمان 3 لغات لترجمه الفي والاي والار. الثلاث لغات هما الكارتيزيان كوردينيتس والبولر كوردينيتس والنورمال اند تانجنت كوردينيتس. لا لسه انا ما كتبتش حاجه، انا لسه بتكلم كلام مسترسل، متقلقش. اول حاجه انا بص فاتح اهو الموبايل واللاب عشان لو في اي كومنت هجاوبكم على طول عليه ما تقلقوش يعني. واللي عايز يسال سؤال طبعا هخلي افتح له المايك يتكلم ويسال ويسال سؤال. نيجي بقى للكاينيتكس اوف بارتكل. يعني ايه كاينيتكس اوف بارتكل؟ يعني هدرس مسببات الموشن. طبعا مسببات الموشن هنا بنعني بيها الابلايد فورسز، واحنا عندنا 3 طرق عشان ندرس الكاينيتكس اوف بارتكل. كاينيتكس اوف بارتكل معناها ان احنا هنشوف الابلايد فورسز، هنشوفها بكام طريقه؟ هنشوفها بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه هي علاقه الفورس بالاكسلريشن اللي بيتحرك بيها البارتكل تحت عنوان الفورس اكسلريشن ميثود. يبقى احنا عندنا طريقه كده اسمها فورس اكسلريشن ميثود بتدور لي على الابلايد فورسز من خلال علاقتها بالاكسلريشن. الكرايتيريا الثانيه او الابروتش الثاني هو علاقه الفورس بالفلاستي، تحت عنوان تحت عنوان الورك اند انرجي ميثود. يبقى الكرايتيريا الثانيه عشان اتعرف بيها على الابلايد فورسز هي طريقه الورك اند انرجي. الكرايتيريا الثالثه او الابروش الثالث هو علاقه الفورس بالتايم، ودي تحت عنوان الامبلس اند مومنتم ميثود. هما دول الثلاث طرق اللي هناخدهم لحد ما الترم بتاعنا يخلص. هيظهر لنا مشكله، المشكله ديت هي المساله تبع اللي قبل الميد ترم ولا اللي بعد الميد ترم؟ هقول لك ان كل المسائل، اللي هناخدها ليها علاقه باللي اتشرح قبل الميد ترم. يعني كل مساله كاينيتيك هيبقى فيها جزء كاينيماتيك اجباري. طب امتى يا دكتور هشوف ان المساله ديت كاينيماتيك ولا كاينيتيك؟ الاجابه بسيطه، لو انت لقيت في المساله فورسز سواء جيفن او ريكوايرد يبقى المساله ديت كاينيتيك، لو لقيت المساله ما فيهاش فورسز تبقى كاينيماتيك. طب سؤال تاني، لو كانت المساله كاينيتيك احلها فورس اكسلريشن ولا احلها ورك اند انرجي ولا احلها امبلس اند مومنتم؟ لا دي ما اعرفش اجاوب لك السؤال ده دلوقتي. طب امال هجاوبه امتى؟
هجاوبه لما يبقى عندك كذا طريقه. فاكر لما كنا شرحنا الكارتيزيان كوردينتس كانت كل المسائل اللي محطوطه كارتيزيان. لما اخذنا النورمال اند تانجنت بدانا نجاوب على سؤال بيقول ايه هي المساله دي تتحل اكس واي ولا تي وان. لما اخذنا الار والثيتا جاوبتكم على سؤال اختار ما بين الثلاثه كوردينتس ازاي. نفس الكلام هنا النهارده احنا هنشرح الفورس اكسلريشن ميثود. يبقى كل المسائل اللي هتتحط هتتحل ايه فورس اكسلريشن ميثود لاني ما اعرفش غيرها. لما نيجي بقى ناخد الورك اند انرجي هجاوبكم بقى على السؤال ده. المساله دي اتحلت ورك اند انرجي ليه؟ طب هي ينفع تتحل فورس اكسلريشن ولا ما ينفعش؟ طب لو نفع تتحل ازاي؟ طب لو ما نفعش ليه؟ طب هو مين الاسهل ان احل المساله دي ورك اند انرجي ولا احلها فورس اكسلريشن؟ لان في مسائل ممكن تتحل بالثلاث طرق بس اسهلهم الورك. في مساله ثانيه ما تتحلش الا بالامبلس. في مساله ثالثه لو اخترت الفورس اكسلريشن هتقعد سنه ولو اخترت الورك اند انرجي تتحل في خطوه. طب الكلام ده هنعرفه ازاي؟ هنعرفه لما ناخد topic ال work and energy و topic ال impulse and moment. لكن احنا النهاردة هندرس مين؟ هندرس ال force acceleration method. ال force acceleration method بتقول ايه؟ بتقول ان السيجما فورس ايكوال ماس في اكسلريشن. ده كده هو الفيكتور فورم للماس ديت. الماس دي بتقول ايه؟ بتقول ان انت عندك حاجتين بيساووا بعض. الحاجه الاولانيه هي الابلايد فورس ودي بنشوفها في الفري بادي دايجرام. Free body diagram اللي هو FBD. والحاجة التانية اللي هي الام في الاي ودي بنشوفها من خلال الكينيماتيك body diagram. ده جديد ده اختصاره KBD كينيماتيك بادي دايجرام. طبعا الرول ده ممكن ياخد صوره من ثلاثه. لو احنا اشتغلنا كارتيزيان كوردينتس الرول ده هيتفك ازاي؟ هيبقى سيجما اف اكس وسيجما اف واي. سيجما اف اكس هتبقى ام في الاي اكس والسيجما اف واي هتبقى ام في الاي واي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ريزوليوشن للفورس على الاكس والواي. طب لو انا اشتغلت بالنورمال اند تانجنت عندي تانجنت قال لي في الحاله دي هتعمل ريزوليوشن للفورس على التي والان تبقى سيجما اف تي وسيجما اف ان. طبعا هتبقى ايكوال الام في الاي تي والام في الاي ان. طبعا احنا عارفين من الكينيماتيك الرول بتاع الاي تي والرول بتاع الاي ان. اخر حاجه لو انا استخدمت الراديال اند ترانسفيرز اهو كوردينتس قال لي يبقى تعمل ريزوليوشن للفورسز على الار والثيت اهو سيجما اف ار وسيجما اف ثيت. هنا ايكوال الام في الاي ار وهنا ايكوال الام في الاي ثيت. الفري بادي دايجرام قعدنا ترم كامل نرسم فيه كورس الاستاتيك. قلنا ان الفري بادي دايجرام بيتحط عليه ثلاث حاجات. حط عليه الويت
اللي هو ام اف جي واتجاهه بيبقى vertically downward. بعد كده الـ applied forces سواء بقى الراجل قال لي ده انا بزق الصندوق ده او بزق البارتكل ده بفورس كذا او بشده بفورس كذا. وتالت حاجة هي النورمال رياكشن اند فريكشن. نورمال رياكشن اند فريكشن. تعالوا نفتكر سوا النورمال رياكشن اند فريكشن. نورمال رياكشن ان والفريكشن فورس اف سمول بيترسموا ازاي؟ السيرفيس عندي نوعين. لما يكون عندي سيرفيس عندي نوعين، عندي فلات وعندي كيرفد. لو السيرفيس كان فلات سواء كان هوريزونتال او فيرتيكال، وادي البادي بتاعه اهو، فبيبقى الرياكشن نورمال على السيرفيس اهو. ادي الان، ادي الان اهو. بصوا حتى لو كان السيرفيس الانكلايند ده انكلايند بانجل ثيتا، يبقى الان برضو ايه انكلايند بنفس الانجل ثيتا. طب لو كان كيرف، لو جيت رسمت كده كيرف اهو، طبعا انت لما بترسم كيرف بيبقى ليه سنتر اوف كيرفيتشر. فلو كان البارتكل موجود في المكان ده مثلا اهو، عشان ارسم النورمال رياكشن بعمل ايه؟ قال لي برسم تانجنت لاين اهو. ادي التانجنت لاين اهو، تانجنت. قال لي بقى برسم النورمال رياكشن، برسم النورمال رياكشن نورمال على التانجنت اهو. ادي الان، الان ماله؟ جه نورمال على التانجنت، وخلي بالكم راح لمين؟ راح لنقطه او اللي هو السنتر اوف كيرفيتشر. دايما الان يروح لنقطه السنتر اوف كيرفيتشر. ده بالنسبه للنورمال رياكشن. طب الفريكشن يترسم ازاي؟ قال الفريكشن مع التانجنت عكس الموشن. الفريكشن مع التانجنت عكس الموشن. يعني لو قلت ان البارتكل دوت ماشي ناحية اليمين، يبقى الفريكشن ناحية الشمال. لو قلت ان البارتكل ده طالع لفوق، يبقى الفريكشن عكسه لتحت. لو قلت ان البارتكل ده بيلف كده، يبقى الفريكشن مع التانجنت بس عكس الايه؟ عكس الحركة اللي انا رسمتها. يبقى الفريكشن اوبزيت الموشن. طيب نفتكر سوا، هل في علاقة ما بين الفريكشن والرياكشن؟ الاف والان في علاقة ما بينهم؟ اه في علاقة ما بينهم. بص يا سيدي، لو كان البادي بتاعك في حالة static equilibrium يبقى ما فيش علاقة ما بين الفريكشن وما بين النورمال رياكشن، فيش علاقة ما بينهم. لكن لو كان البارتكل ده في حالة sliding بيبقى الفريكشن بيساوي ميو كي في ان. ايه الميو كي ده؟ قال الميو كي ده كونستانت، يبقى جيفن، وده اسمه الكاينيتيك كوفيشنت اوف فريكشن او الكوفيشنت اوف كاينيتيك فريكشن او كوفيشنت اوف كاينيتيك فريكشن ميو كي. ده رقم كده بيبقى كونستانت ما بين الزيرو وما بين الوان.
بيتحدد ازاي؟ لا ده بيتحدد بشكل عملي، قياسات عمليه. في بقى نقطه لحظه كده بيبقى فيها السطح عنده اعلى فريكشن، اللحظه دي هي لحظه ايه؟ قال لي about slipping. slipping هي sliding، يعني على وشك الانزلاق، ده هيتزحلق. في الحالة ديت الفريكشن بيساوي ميو اس في ان. ميو اس في ان. الميو اس ده الكوفيشنت of static friction. static friction coefficient of static friction. وجدوا ايه بقى؟ وجدوا ان اقصى friction ممكن يقولوا الرف سيرفيس بيكون بيساوي ميو اس في ان، يعني الفريكشن اللي انا حسبته ده اسمه اف ماكسيمم، ده اقصى قيمه ممكن ينزلها السطح. ما هو انت لما بتعلق حبل في السقف الحبل ده هيتقطع عند فورس 200 نيوتن، لو شديته ب 200 يتقطع. طب انا لو شديته ب 50 الحبل هيرد بتنشن 200 ولا ب 50 ضده 50؟ يبقى الحبل قوه الشد في الحبل زي الفريكشن في السطح، عمال يبذل عكس ما انا ايه بزق، زقيت ب 5 يرد ب 5، زقيت ب 7 يرد، زدت زائد ب10 هو رد فريكشن ب10، بس ال10 دول كان اخر حاجه عنده، فلما زائد ب12 البارتكل اتحرك. عشان كده بنقول ان في حاله الاستاتيك فريكشن خلي بالك ان الفريكشن اللي موجود هنا مهما كانت قيمته بيبقى اقل من الفريكشن الماكسيم، لا يمكن يعلى عليه. يبقى ديت كده علاقه الفريكشن بمين؟ بالنورمال رياكشن. ودي رسمة النورمال رياكشن في حالة الفلات سيرفيس وفي حالة الكيرفد سيرفيس. طيب ما قلتش حاجة جديدة، الصفحة دي ما فيهاش حاجة جديدة. قعدنا ترم نرسم الفري بادي دايجرام ونأكد إن لازم في ثلاث بنود موجودين، ويت ابلايد فورسز ونورمال رياكشن وفريكشن للرف سيرفيس. طبعا ده لازم يكون السيرفيس ده ايه؟ لازم يكون السيرفيس ده رف، ما ينفعش سموز، سموز يبقى ليه ان بس. رسمه النورمال رياكشن والفريكشن برضو قلناها قبل كده بس بنفكركم بيها. طب ايه النص الثاني من الموضوع؟ ام في الاي. اخذنا سوا في الكينيماتيك الاكسلريشن ممكن تبقى اي اكس واي واي او اي تي واي ان او اي ار واي ثيتا. طيب هنستخدم بقى الصفحة دي في حل مسائلنا النهاردة ازاي؟ هو ده موضوعنا النهاردة، ان احنا نتعلم سوا البروسيدور اللي هنستخدمه في حل المسائل بطريقة الفورس اكسلريشن ماس. تعالوا نقول ده من خلال ايه؟ من خلال اكزامبل. اكزامبل اهو 13.1، تعالوا نقرأ سوا. جايب لي صندوق، بيقول لي الصندوق دوت 50 كيلو جرام، 50 كيلو جرام كريت، شون ريست اون هوريزونتال سيرفيس، ادي هوريزونتال سيرفيس مسنون على ارض ايه؟ افقيه. فور ويتش ذا كوفيشن اوف كينيتيك فريكشن ميو كي 0.3، الميو كي ايكوال 0.3. بيقول لي اف ذا كريت از سبجكتد تو 400 نيوتن توينج فورس الشون، الشون دي عشان تروح تبص للرسمه، فعلا في الرسمه ايه؟ في 400 نيوتن بحبل كده مايلين بانجل 30 ديجري. هو بقى بيقول لي هات لي الفلاستي بتاعت الصندوق ده بعد الثلاث ثواني. ستارتنج فروم ريست. ايه ده؟ الموضوع سهل خالص. انت عايز الفلاستي بعد 3 ثواني starting from rest، اهو ال v equal v naught
بلس اي في تي، معاك الفي نوت بزيرو لان قال لي ستارت فروم ريست، معاك التايم ب 3، يبقى بس مشكلتي مين؟ الاكسلريشن عشان اجيب الفي. اقول لك الكلام ده غلط. الكلام ده ايه؟ غلط. ليه غلط يا دكتور؟ هو مين اللي قال لك ان الاكسلريشن ثابت؟ هو قال؟ ما قالش. طب ما ممكن يا دكتور تكون ثابت، اقول لك اه وممكن تكون مش ثابت. طب هنعرف ده ازاي؟ ده سؤال مهم. طيب بس ايه الجديد في المساله ديت؟ ان المساله ديت فيها فورسز. مين الفورسز؟ ال 50 كيلو جرام، الميو كي، ال 400 نيوتن، كل دي فورسز. ومعاك ايه كمان؟ قال لي ومحتاج اكسلريشن. عارف انا لو عرفت الاكسلريشن الموضوع ايه؟ هيتحل معايا. طيب يبقى انت كده محتاج طريقة الفورس اكسلريشن ميثود. الطريقة دي بتقول ايه؟ بتقول ستيب 1. ستيب 1 translate the problem. يبقى أول حاجة حضرتك تفكر فيها إنك تعمل إيه؟ تترجم المسألة. طب هترجمها إزاي؟ قال لي تدور على البادي الماس بتاعته بكام؟ بعد كده تدور لي على السيرفس. تشوف بقى السيرفس ده سموز ولا رف؟ لو هو سموز يبقى مفيش فريكشن. لو هو رف روح دور بقى على الميو اس ودور على الميو كي. واحد يقول لي يا دكتور معلش يعني الميو اس ده لما يكون البادي ما اتحركش، احنا كاينيتك البادي هيتحرك يبقى دايما الميو كي. يقول لك مش شرط. ازاي؟ هنشوفها كمان شويه. يبقى السيرفس. بعد كده دور على الموشن. هو انت ماشي في ستريت لاين ولا كيرف؟ اصل انت لو ماشي في ستريت لاين تبقى الاكسلريشن مع مين؟ مع اللاين ده. لكن لو كيرف تبقى الاكسلريشن ليها كومبوننت، سواء بقى الكومبوننت اكس وواي او تي وان او ار وسي دي. اخر حاجه بتدور عليها في المساله وانت بتترجم هو الريكوايرد، انت عايز ايه؟ طب ما تيجوا نطبق ستيب 1 في الحل. اهو الحل. البادي هو مين؟ هو الكريت. الماس بتاعته بتساوي كام؟ قال لي 50 كيلو جرام. طيب السيرفز عندك هنا ايه؟ قال لي السيرفز هنا عندي رف، بيديني الراجل مديني الميو كي ب 0.3. طب الموشن ستريت لاين ولا كيرف؟ قال لي ستريت لاين. ستريت لاين. طيب هو طالب ايه؟ قال لي هو طالب الفلاستي بكام؟ بعد تي بتساوي 3 ثواني. وقال لي خلي بالك الفي نوت ايكوال زيرو. طيب ادينا طبقنا اول ستيب ترانزليت ذا بروبلم. ستيب 2. ستيب 2 اعمل ايه؟ قال لي ارسم الفري بادي دايجرام وارسم الكينيماتيك بادي دايجرام. ترسم الفري بادي دايجرام وترسم الكينيماتيك بادي دايجرام. ارسمهم ازاي؟ تعالوا نرسم الصندوق بتاعنا فري بادي دايجرام. اهو ادي الصندوق هنرسمه للفري بادي دايجرام، ونفس الصندوق هنرسمه تاني بس للكينيماتيك بادي دايجرام. كان ماشي على هوريزونتال سيرفس، اهو خط الموشن اهو. ايه الفورس اللي بتأثر على الصندوق كفري بادي دايجرام؟ قال لي الويت. اهو كام الويت ده؟ كان 50، يبقى 50 مضروبه في الجي. وايه كمان؟ قال لي كان في فورس 400. اهو
400 نيوتن بيميلوا على خط الحركة كده ب 30 ديجري. وايه كمان؟ يبقى دي الويت الابلايد فورسز اللي هي ال 400، وبعد كده السطح بتاعنا كان ايه؟ فلات سيرفيس، ليه نورمال رياكشن ان وليه فريكشن عكس الموشن اللي ايه اللي ممكن تحصل. طبعا ده لو اتحرك هيتحرك يمين، يبقى الفريكشن شمال. اديني رسمت الفري بادي دايجرام. طب الكينيماتيك بادي دايجرام قال لي في حالة الستريت لاين فور ستريت لاين بنرسم الام في الاي مع اللاين اوف موشن. هو فين اللاين اوف موشن؟ الخط اللي بالازرق ده. يبقى انا هاجي كده واقول له ايه؟ ادي السهم بتاعنا بارلل ليه اهو، واكتب 50 A. يبقى الكينيماتيك بادي دايجرام بيترسم ازاي؟ لو كان ستريت لاين برسم ام اي مع اللاين اوف موشن. طب لو كانت كيرف يا دكتور؟ لا خليها لما تبقى كيرف اشرح لك هنرسمها ازاي. احنا خلاص عرفنا اهو مع الستريت لاين الكينيماتيك بادي دايجرام بنرسم الام اي مع مين؟ مع اللاين اوف موشن في اتجاه الموشن. الخطوه اللي بعد كده خطوه رقم 3 تيب 3 قال لي ارسم او سيلكت ارسم سيوتبل كوردينيتس. ارسم سيوتبل coordinates if not selected. يعني هو لو ما كانش مختار coordinates انت اختار بمزاجك يعني. طب اختار ازاي؟ هقول لك hint. الهنت ده مش معناه انه قانون ممكن تستخدمه ممكن لا. ايه الهنت ده؟ الهنت ده بيقول لو كنت ماشي في straight line استخدم ال X وال Y coordinates، ولو كنت ماشي في curve استخدم ال T وال N coordinates. دي نصيحة ممكن تاخد بيها وممكن لا. طيب ده هنا البارتكل بتاعي ماشي في straight line، هرسم ال X مع الموشن اهو، ادي ال X وارسم الواي ايه بيربنديكولر عليها لفوق، او برسمه في الفري بادي دايجرام وبرسمه كمان في الكينيماتيك بادي دايجرام. دي ستيب رقم 3. ستيب رقم 4 ابلاي ذا رولز. طبعا الرولز بتاعتك هيبقى شكلها على حسب ستيب رقم 3 على حسب الكوردينس اللي انت اخترتها. طب انا هنا اخترت اكس وواي، يبقى الرولز بتاعتي هي ايه؟ سيجما اف واي ايكوال الام في الاي واي، وادي البوزيتيف. والرول الثاني سيجما اف اكس ايكوال الام في الاكس، وادي البوزيتيف بتاعي. الليفت سايد بجيبه من الفري بادي دايجرام، والرايت سايد بجيبه من الكينيماتيك بادي دايجرام. طب ايه الفورسز اللي على الواي في الفري بادي دايجرام؟ قال لي ماينس 50 جي الويت بالماينس لانه عكس الواي، بعد كده بلس ان، بعد كده ريزوليوشن ال 400 يبقى بلس 400 ساين 30. كل الكلام ده ايكوال ايه بقى؟ هنروح للكينيماتيك بادي دايجرام هنلاقي ان الاكسلريشن كلها على الاكس ملهاش كومبوننت على الواي، يبقى ايكوال زيرو. واضح هنا ان الانون الوحيد في الايكويشن هو مين؟
هو الان اقدر اطلع قيمه مين؟ اقدر اطلع قيمه الان. هتطلع معانا الان ب 290.5. ادي النورمال رياكشن في اللحظه دي. طب تعالوا نطبق الرول في اتجاه الاكس دايركشن. ايه الفورس اللي على الاكس؟ الفورس اللي على الاكس هي ال 400 كوساين 30 ماينس الفريكشن ايكوال. نيجي بقى للكينيماتيك بادي دايجرام، هنلاقي ال 50 ايه مع الاكس يبقى ايكوال 50 ايه، بس الفريكشن احنا مدينا الميو كي، الفريكشن هيبقى ميو كي في ان. الميو كي بكام؟ بتلاتة من عشر. والان بكام؟ قال لي ب290.5. واضح هنا ان الانون الوحيد هيبقى الاكسلريشن. هقدر ايه؟ هقدر احسبها. هتطلع معانا الاكسلريشن تقريبا كده 5.18 متر بير سكند سكويرد. يبقى دي كده الاكسلريشن بتاعتي. طب الاكسلريشن دي كونستانت ولا فاريبل؟ ما هي رقم يا دكتور يعني كونستانت. اقول لك لا، هي ما بتتحسبش كده، بتتحسب من مكونات الايكويشن. بصوا كده، ال 400 ده رقم ثابت ولا بيتغير؟ ثابت. فاليو الفورس ثابت. طب وال 30 الدايركشن بتاع الفورس ثابت ولا بيتغير؟ ثابت. الراجل ما قالش ان زاويه ميل الفورس بتتغير. طب الفريكشن ثابت ولا بيتغير؟ والله هي مكونات الفريكشن، مكونات الفريكشن هي ميو كي وان، والميو كي ب 3 من 10 رقم ثابت، والان جايه من معادله كل مكوناتها ثابته. وال50 دي الماس ثابته برضو، يبقى الاكسليشن ثابته، يبقى كل المتحكمات في فاليو الاكسليشن ثابتين. يبقى اقدر اقول ان الاكسليشن دي ايه؟ كونستانت. وطبعا كلمه كونستانت بتتقال لما تكون الاكسليشن كونستانت في الفاليو وكونستانت في الدايركشن كمان، ان ده ستريت لاين. بس طالما كونستانت يبقى الرول بتاعك v ايكوال v نوت بلس a في دي. طبعا الفي نوت بتاعتك كانت ستارت فروم ريست، الاكسلريشن كانت 5.18 والتايم كان ب 3، جبنا من هنا ايه الفلوستي تقريبا تطلع 15.55 متر بير سكند. يبقى انا كده جبت له الفلوستي اللي هو طالبها بعد 3 ثواني بطريقه مين؟ بطريقه الفور. طبعا انا عشان اروح اجيب في ايكوال في نوت رحت الستيب رقم 5، نسيت اكتبها لكم. ستيب 5 اهي، يوز كاينيماتيكال رولز، على حسب بقى ايه الرولز اللي انت محتاجها من الجزء بتاع الكاينيماتيك. تعالوا نبروز الايه الخطوات ديت، عشان هي الخطوات اللي هنحل بيها اي مساله موجوده في الشابتر ده. لازم تترجم body surface motion required، لازم ترسم free body diagram وترسم kinematic body diagram، وعرفنا الكينيماتيك بيترسم ازاي في حاله الستريت لاين. بعد كده نختار coordinates مناسبه، ده body ماشي في ستريت لاين يبقى الانسب لك x و y. بعد كده تطبق الرولز سواء بقى x و y او t و n او r و ثيتا. بعد كده تشوف الكينيماتيك الرول اللي انت محتاجها بعد ايجادك ل الاكسلريشن. هنا يظهر سؤال، افرض يا دكتور في المساله ان اداني كمان الميو اس، يعني جه في المساله قال لي ان الصندوق ده بيتحرك على سطح كانت الميو اس بكذا والميو كي بكذا، لما احل المساله استخدم ميو اس ولا ميو كي؟ طبعا الطالب الخطير هيقول اكيد الميو كي لان ده بادي بيتحرك. هم انا اقول لك، هو انا قلت ان البادي ده بيتحرك؟ هل في المساله كلمه بتقول ان البادي ده بيتحرك؟ انا مش شايف. واحد يقول طالب الخطير برضه يقول لي اه يا دكتور قال،
اقول له قال امتى؟ قال لي اهو، بيقول لك هات لي الفيلوسيتي بتاعت الصندوق بعد 3 ثواني ستارتنج فروم ليست. طالب فيلوسيتي يا دكتور بعد 3 ثواني يبقى اكيد كان بيتحرك. طب ما على فكره ما ممكن بعد 3 ثواني يكون لسه واقف مكانه ما اتحركش وتبقى الفيلوسيتي بزيرو. انا ما اعرفش، انا طلبت فيلوسيتي بعد 3 ثواني، هل ده معناه ان هو اتحرك؟ لا، ما ممكن يكون واقف خلال الثلاث ثواني. يبقى الريكوايرد مش دليل على في موشن ولا ما فيش موشن. لكن لو هو قال لي ان الكريت ده بيتحرك صراحه، خلاص يبقى انا هستخدم الميو كي صراحه ما فيهاش شك. طب يا دكتور ما انت هنا حطيتني في حيره، يعني هو لو جاب نفس المساله ديت في الامتحان وحط ميو اس وميو كي اختار مين فيهم؟ ما انت قلت لي ان مفيش كلمه هنا تدل على انه بيتحرك. اقول لك هو امتى البادي بيتحرك؟ البادي بيتحرك لما يكون الابلايد فورس اعلى من الفريكشن ماكسيمم. يبقى البارتكل، تعالوا نكتبها هنا اهو، خلي بالك ان البارتكل ويل سلايد اونلي لما الابلايد فورس تكون اكبر من الفريكشن الماكسيمم، غير كده البادي مش هيتحرك. جبت صندوق وزنه 50 كيلو جرام وشديته بفورس 100 نيوتن، ال 100 نيوتن دي كانت قوه صغيره قوي والارض كانت خشنه فالصندوق ما اتحركش. جيت حطيت 200 فالصندوق برضو ما اتحركش، بس يعني خلاص هيتحرك، يبقى اكيد ال 200 ايكوال الفريكشن الماكسيمم، برضو ما اتحركش لسه. طب انا حطيت 250، خلي بالك ال 250 دي اكبر من الفريكشن الماكسيمم، يبقى الصندوق ده هيتحرك. اتحرك، استخدم ميو كي. يعني معنى كده ان انا لو في المساله ديت اديتك الميو اس مثلا ب 35%، هيبقى الفريكشن الماكسيمم بيساوي كام؟ الان في ال 35% ديت، جبت الفريكشن الماكسيمم، يبقى انت بتقول له ان السطح ده اخره فريكشن بكذا. تقارن بقى الابلايد فورس بالفريكشن الماكسيمم، اكبر اتحرك او هيتحرك، اقل يبقى البادي ده واقف، وتقول له ان بعد 3 ثواني السرعه بزيرو، وما تحلش كل المعادلات دي كلها. الطالب الخطير هيقارن مين بمين؟ الطالب الخطير هيقارن ال 400 في المساله دي، هيقارن ال 400 بالفريكشن الماكسيمم، ده الطالب الخطير. لكن الطالب اللي زينا العادي، الطالب العادي هيقارن ال 400 كوساين 30 بالفريكشن الماكسيمم. ايه اللي انا بقوله ده؟ هقوله تاني. الطالب الخطير هيقارن ال 400 بالفريكشن الماكسيمم، يشوف ال 400 اكبر ولا الفريكشن الماكسيمم اكبر. لكن الطالب العادي بتاعنا هيقارن ال 400 كوساين 30 بالفريكشن الماكسيمم. مين في الاثنين صح؟ بص انا مش مرتاح ان انا اقفل المايكات بصراحه. تعالوا كده نفتح المايك، يمكن يظهر لنا واحد خطير. لا مش عايزين واحد خطير، كانت فين الاوبشنز؟ لانه كده اهي الاوبشنز، ونفتح ده كده واسمع الناس. ها احضروا بقى، الطالب الخطير اللي صح ولا الطالب العادي هو اللي صح؟ العادي. العادي واضح ان الطالب العادي ده دايما هيطلع هو الصح، بس السؤال ليه؟ اقول لك مين اللي بيحرك البادي، ال 400 ولا ال 400 كوساين 30؟ خلي بالك ان ال 400 في حته منهم ملهاش لازمه في الموشن، ليها اللازمه في ضغطه البادي على الارض. فال 400 ديت لو جينا عملنا لها ريزوليوشن هنلاقي ليها كومبوننت كده هو اللي بيحرك البادي، اللي هو 400 كوساين 30. لكن 400 ساين جاي على الواي ما بيتحركوش بقى، بتخليه بس نشوف الان قيمتها بكام، لكن مش هي اللي بتحرك البادي. بدليل ان لو كان على البادي هو 400 ساين 30 بس،
البادي اللي هيتحرك يمين ولا شمال؟ امال مين اللي بيحركه يمين وشمال؟ ال 400 كوساين 30. فاحنا عشان كده لما نقارن نقارن ال 400 كوساين 30 مع الفريكشن الماكسيمم. تقول لي يا دكتور ما هي اكيد المساله في الشابتر بتاع الديناميك، يعني اكيد هيطلع التشيك ان البادي ده بيتحرك. مش شرط، مش شرط. انا ممكن اجيب لك مساله طويله عريضه واجيب لك الميو اس كبيره بحيث ان البادي ده ما يتحركش، واطلب فريكشن واطلب اكسلريشن واطلب وانت بقى تقعد ترسم في فري بادي دايجرام وتكتب في معادلات وتحل المعادلات مع بعض، وعلى فكره هتطلع ارقام بس كل الارقام غلط. فبقت هتلاقي نفسك ضيعت وقت كانت بتحتاجه مساله تانية وحليت حل ايه؟ وحليت حل غلط. هل في سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟ ولا نكمل؟ السكوت علامة الرضا، مفيش. تعالوا نمسك المسألة دي. المسألة ديت جايب لي 10 كيلو جرام بروجكتايل is fired vertically upward from the ground with initial velocity ب 50 متر per second. بيقول لي determine the maximum height to which it will travel. ده البروجكتايل ده يقعد يطلع بقى يطلع يطلع، عايز يعرف هيطلع لحد فين. بس خلي بالك مرة الاتموسفيريك ريزيستنس از نيجلكتد، مرة اهمل مقاومة الايه؟ الاتموسفير، مقاومة الهواء يعني. ومرة تانية اعتبر مقاومة الهواء اف دي بتساوي كام؟ 1/100 في سكوير، الفي دي اللي هي السرعة اللي ماشي بيها. يبقى معنى كده ان الراجل ده عايز ايه؟ عايز الواي ماكسيمم. طبعا احنا عارفين من الكينيماتيك ان الواي ماكسيمم معناها تدينا جيفن يعني ان الفي ايكوال ايه؟ الفي ايكوال زيرو، لان لو كان في في كان طلع كمان. طب يلا نحلها كيس كيس ونشوف الستابس بتاعنا هتحلها ولا لا. كيس 1، كيس 1 كان فيها ايه؟ قال لي نيجلكت الاتموسفيريك ريزيستنس. طيب انت قلت لي اول خطوه اترجم المساله، مساله هنا في بادي، البادي هنا هو البروجكتايل، الماس بتاعته كانت بتساوي 10 كيلو جرام، الموشن كانت ستريت لاين، مفيش سيرفس طبعا، حاجه ماشيه في الهواء ستريت لاين، والريكوايرد كان طالب ايه؟ كان طالب الواي ماكس. قلت لي في الستيب رقم 2 ارسم فري بادي دايجرام وارسم كينيماتيك بادي دايجرام، او ادي الفري بادي دايجرام وادي الكينيماتيك بادي دايجرام. ايه الفورس اللي بتاثر على البارتكل ده وهو في الهواء؟ وزنه اهو اللي هو كام؟ اللي هو 10 جي، مفيش حاجه ثانيه. ده كده الفري بادي دايجرام. طب الكينيماتيك بادي دايجرام، احنا قلنا لما يكون البادي ماشي في ستريت لاين برسم الام اي مع اللاين اوف موشن، اهو ادي الام اي 10 اي، ده كده الكينيماتيك بادي دايجرام. بعد كده قلنا بنختار كووردينيتس، طبعا ده ماشي في ستريت لاين يبقى اكس وواي، حتى مش هنرسم الاكس هنرسم الواي بس، ما فيش حاجه في الاكس خالص، اهو ادي الواي. الخطوه اللي بعد كده طبق الرولز، سيجما فورسز في اتجاه الواي ايكوال الام في الاي واي، ادي البوزيتيف بتاع الواي، الفورس اللي على الواي هي ماينس 10 جي. نروح على الكينيماتيك بادي دايجرام هنلاقي فيه 10 اي بالبوزيتيف لانها مع الواي، واضح ان ال 10 طارت مع ال 10، فمن هنا طلعنا الاكسليشن بتساوي ايه؟ نيجاتيف 9.81، لان انا شغال اس ايونز. دي كونستنت ولا فاريبل؟ دي كونستنت. طب انت عايز واي بس، يبقى روح لستيب 5 كينيماتيكال رولز، في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي في واي،
الفي فاينل بكام؟ بزيرو. الانيشال بلس 50 قلناها مع الواي، بعد كده بلس 2 في نيجاتيف 9.81 في واي، واي ماكسيمم. يبقى من هنا جبت مين؟ جبت الواي ماكسيمم تقريبا هتطلع 127 متر. جبنا الواي ماكسيمم. طبقت نفس البروسيدور بتاعنا بتاع المسألة اللي فاتت. طب تعالوا نكرره في الفاريبل في الـ في الـ في الـ في الاتموسفيريك ريزيستنس. يعني كيس 2 هنعمل ايه؟ كونسيدر الاتموسفيريك ريزيستنس. البادي 10G نفس الداتا بقى ستريت لاين وبرده الريكوايرد الواي ماكس. هرسم على طول كده الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام. فري بادي دايجرام في ايه؟ في ويت زي ما هو 10G، وفي مين كمان؟ في اف دي. احنا اتفقنا ان الريزيستنس بتترسم عكس الموشن. خلي بالكم ان البادي ده طالع لفوق، يبقى الاف دي ملا هتبقى عكسه لتحت. ادي الاف دي، والام ايه بتترسم مع اتجاه الموشن اهو 10A. يبقى انا برسم الام هنا كاتبها لكم، الام ايه بتترسم مع اتجاه الموشن، وبرده هرسم الواي اكسس لفوق اهو. ادي الواي اكس. الرول بتاعك سيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال ام في الاي واي. ادي الباص بتاع الواي. الفورس اللي على الواي هي نيجاتيف 10G ونيجاتيف اف دي، هتساوي الماس في الاكسيشن على الواي اللي هي ايه. طب ما هي الاف دي ديت عباره عن 0.01 في سكويرد. ايه ده؟ واضح هنا ان انا جبت الاكسيشن هتساوي كام بقى؟ نيجاتيف جي ونيجاتيف 0.001 في سكويرد. قسمت الايكويشن كلها على كام؟ على 10. دي كده الايكويشن بتاعتنا. واضح هنا ان الاكسيشن فانكشن في مين؟ فانكشن في الفلوستي. الطالب الخطير، الطالب الخطير عارفينه ده طبعا، موجود في كل دفعة الطالب الخطير، ودايما هو اللي بيبقى مشهور. الطالب الخطير قال لي ايه؟ قال لي يا دكتور احنا عندنا الفلوستي بتساوي 50 متر بير سكند. قلت له تمام. قال لي هنسبستيتيوت، يبقى الاكسيشن بنيجاتيف 9.81 نيجاتيف 0.001 في 50 الكل سكوير، هتدينا تقريبا نيجاتيف 12 متر بير سكند سكوير. قلت له تمام. قال لي بس انت عايز الواي ماكسيمم، هنستخدم نفس الرول في سكوير ايكوال في نود سكوير بلس 2 اي في واي، هيبقى زيرو. الفي نود كانت 50 لكل سكوير، هي كده بلس 2 في نيجاتيف 12 في واي ماكسيمم. من هنا جبت مين؟ الواي ماكسيمم. حتى تعالوا نحسب 50 سكوير ديفايدد باي 24 اديتني 104.6 متر. وانا اجي في الام سي كيو واحط لك الرقم ده ليه؟ عشان الطالب الخطير يفرح، مش عايزين نزعله خالص. طب ايه الغلطه اللي عملها الطالب الخطير؟ حد عارف؟ قبل الاكسلريشن عند بدايه الحركه بس مش كونستنت. الاكسلريشن مش كونستنت، بتتغير مع الفيلوستي. الله عليكم، الله عليكم انتوا الاثنين، صح الكلام. الاكسلريشن هنا مش كونستنت عشان اقول ان الاكسلريشن بنيجاتيف 12 طول الموشن ده، كل شويه الاكسلريشن بفاليو مختلفه. انت كده اخدت ال 50 رقم اللي لقيته عندك حطيته في الاكسلريشن عشان تجيب رقم يرضيك، بعد كده استخدمت قوانين الكونستنت ايه اكسلريشن. دي غلطه كتير مننا ممكن يقع فيها. طب امال ايه الصح؟ الصح انك تفتكر الكينيماتكس ان احنا ممكن نحط الاكسلريشن دي في باي دي تي
او في دي في باي دي اس. يبقى انا هاجي هنا واشيل الاي واحطها في دي في باي دي اس. الاس هنا اللي هي الواي لان هو ماشي على ستريت لاين واي، يبقى الاس هي الواي ايكوال ماينس جي ماينس 0.01 في سكويرد. تالي كده الناس بتوع الماس بقى ايه هيقولوا لي يا دكتور دي تتحل بسهوله، يعني احنا لو عملنا سيميليشن للفاريبل هتبقى الفي دي في هنا بقى جي وهنا 0.001 في سكويرد وهنا هيبقى ماينس دي واي، وهنعمل انتجريشن ليميتد. حتى انتجريشن لما كانت الواي بزيرو كانت الفي لسه ببلس 50، الواي ماكسيمم كانت الايه الفي ايكوال زيرو. طبعا ده واضح ان هو الانتجريشن بتاعه هيبقى باللن، هضرب في ايه في 2 من 1000 واقسم على 2 من 1000 هتبقى المساله ايه عاديه. اعتقد ان انتوا شاطرين في الكلام ده اكتر مني، يعني هنا هيبقى 1 على 0.002 وهنا هيبقى 0.002، وطبعا نكمل الايكويشن في دي في هيبقى الانتجريشن لين هتبقى حاجه سهله. هنجيب منها مين الواي ماكسيمم تقريبا هتطلع ب 114 على ما 100 وايه 114 متر. ده كده الحل المظبوط. بس لاحظوا حاجه معايا، في حاله لما ما كانش في ريزيستنس الواي ماكسيمم طلعت ب 127، لكن لما كان في ريزيستنس طلعت الواي ماكسيمم ب 114. هل الكلام ده منطقي؟ يعني هل منطقي ان في حاله ما فيش ريزيستنس طلعت 127 وفي حاله في ريزيستنس طلعت 114؟ حتى عنده تفسير؟ منطقي. الريزيستنس بتعوق الحركه فعشان كده الواي قلت طبعا. بالظبط كده اللي انت قلته ده انا بستخدمه عشان اصحح لنفسي وانا بحل في الامتحان. يعني انا وانا طالب زيكم كنت ببقى طالع في الامتحان واثق ان 70% من اجاباتي صح بدون مراجع مع زميلي الخطير. عارفين انتوا الراجل الخطير ده اللي تبقى الاجابات الصح في وادي وهو طالع بارقام تانية متاكد ان هي اللي صح. ابعدوا عن الطالب الخطير ده، مشكله. ابقى طالع مقفل الامتحان اجي راجع معاه يخليني جايب صفر. فلازم تستخدم اللوجيك في تصحيح اللي انت بتحله. زميلي دلوقتي زميلنا دلوقتي قال لي ايه؟ قال لي يا دكتور لما يكون في ريزيستن يبقى في اعاقه اكبر للحركه فبالتالي مش هيقدر يطلع اكتر، فمنطقي ان تطلع الواي ماكسيمم في حاله الريزيستنس اقل من الواي ماكسيمم في حاله الايه ان مفيش ريزيستنس. هل في المساله ديت رحنا استخدمنا خطوات خلاف اللي استخدمناها في المساله اللي قبلها؟ اللي مركز هيقول لي لا. ترجمنا، رسمنا فري بادي دايجرام وكينيماتيك بادي دايجرام، رسمنا الكينيماتيك ازاي، رسمنا ام اي مع الستريت لاين اوف موشن في اتجاه الموشن، بعد كده طبقت الرولز اكس واي لان انا اخترت اكس واي، بعد كده رحت شفت الكينيماتيك الرول اللي انا محتاجه بعد ايجاد الاكسلريشن سواء كانت كونستانت او فاريبل اكسلريشن. طيب ناخد مسألة كمان اهو، مسألة فيها سبرينج. في ناس مننا لما بيشوف السبرينج في المسألة بطنه بتوجع يقول بس في مشكلة طالما في سبرينج. تعالوا نشوف كلامه صح ولا غلط. في هنا 2 كيلو جرام كولر سي دبلة كده دي موجودة عندكم ديت اهي، ده انا عملت لها هاتشنج دلوقتي. الماس بتاعتها 2 كيلو جرام وقال لنا سموز يعني مفيش فريكشن عليه. إذا اتاتشت تو سبرينج، في سبرينج متوصل بيها. طبعا سبرينج اي مساله فيها سبرينج لازم يبقى معانا معلومتين، الكي بتاعت السبرينج وطول السبرينج الاصلي بنسميه ان ستريتش لينز او ان ستريسد لينز او ان كومبريسد لينز، التلات كلمات بمعنى واحد يعني طول السبرينج قبل ما يبقى عليه فورس. المعلومتين دول معلومات اساسيه للسبرينج، الكي والال نوت. هو فعلا الراجل قال لنا الكي اللي هي الستافنس
بتلاتة والال نود اللي هي الانستريتش لانس ب 0.75 نقطة. نقطة يعني كل اللي فات ده خلاص معلومة كاملة مش مرتبطة باللي بعدها. بيقول لي if the cooler is released from rest at A. فين ايه ديت؟ اهي لازم دايما حضرتك تبص للرسمة عشان تعرف انا فين والرسمة فين او المسألة فين. ادي نقطة A. released from rest at A. كوما. كوما يعني اللي جاي ده مرتبط باللي انا قلته دلوقتي. Determine its acceleration and the normal force of the rod on the cooler لما كانت الواي. فين الواي دي؟ اهي ادي الواي. لما كانت الواي بتساوي 1 متر. القرايه اللي انا قريتها دي قرايه ما بتحلش حاجه. القرايه اللي انا قريتها دي هي قرايه الطالب الخطير. الطالب الخطير بيقرا المساله كانه بيقرا جورنان. ما بيطلعش منها جمله مفيده ويقعد ربع ساعه بيحاول يطلع الجمله المفيده. وما عندوش بدايه وما عندوش نهايه. طبعا الوقت منه بيحصل له ايه؟ بيطير. يلاقي نفسه شايف اسئله كتيره قوي مش ملاحق عليه. لا تعال احنا عايزين الطالب العادي. الطالب العادي بيقول لي ان انا بترجم المساله body بعد كده surface بعد كده motion بعد كده required. البادي هو مين؟ هو الكولر. الماس بتاعته بكام؟ باتنين. السيرفيس سموز. الموشن ايه؟ ستريت لاين. والفلوسيتي عند ايه؟ كانت بزيرو. صارت فروم ريست ات ايه. طب انت طالب ايه؟ قال لي هات لي الاكسلريشن وهات لي النورمال فورس لما الواي تساوي 1 متر. بص بقى الملحوظة المهمة جدا دي. خلي بالك. four variable forces بنرسم الfree body diagram at general position. ابعدوا عن الطالب الخطير. الطالب الخطير هيرسم الكولر ده لما الواي بتساوي 1. هي تنفع بصراحة بس مش في كل المسائل. فتعالوا احنا نأمن نفسنا وناخد الجنرال كيس ان لما يكون في فاريبل فورس اعمل ايه؟ ارسم الفري بادي دياجرام ات جنرال بوزيشن. ويا سيدي بعد كده ابقى احط الواي ب 1 لو احتجتها. بلاش السبيشال كيس. بلاش ترسم عند الواي ب 1 بالذات. طب يا دكتور معلش يا فين الفاريبل فورس دي؟ انا مش شايف فاريبل فورس. يعني المساله اللي فاتت كانت الفاريبل فورس الاف دي بتساوي 1 من 100 في سكويرد. فواضحه هي فاريبل فورس اهي. لكن معلش فين هنا الفاريبل فورس؟ اقول لك يا راجل ده الاف سبرينج دي هي اكتر او اشهر فاريبل فورس. ليه؟ لان الاف سبرينج عباره عن كي في ال ماينس ال نود. ده الفاليو. ده الفاليو. الكي ثابت والال نوت ثابت. طب الال هي طول السبرينج. هل طول السبرينج بقى ثابت خلال حركه الكولر من A لC؟ لا طبعا. يبقى فاليو الاف سبرينج متغير. خد دي كمان. الدايركشن بتاعت الاف سبرينج عماله تتغير. شايفين الانجل ديت؟ دي انجل سيتا اهي. كل شويه الانجل. يعني معنى كده ان الفورس بتاعت السبرينج في المساله دي متغيره في الفاليو متغيره في الدايركشن. دي كده فاريبل فورس اكيد. يبقى اعمل ايه؟ يبقى ارسم الفري بادي دياجرام ات جنرال بوزيشن. يعني ايه ارسمه في جنرال بوزيشن؟ يعني الاتي. ده كده هو الخط بتاع الاي بي وده كده هو الواي وده كده هو الفورس بتاعت السبرينج. هنا نقطه ايه؟ هنا نقطه بي. وهنا الكولر بتاعنا اللي احنا هنرسم له الفري بادي دياجرام. طبعا الكولر في اللحظه دي على اي بعد واي من الايه؟ المسافه من هنا لهنا هي 0.75 جيفن اهي موجوده هنا اهي. والانجل ديت هي اي انجل ايه؟ ثيتا.
فين طريق الحركة عشان ما تهش؟ طريق الحركة هو اللاين ده، ده كده اللاين اوف ايه؟ اوف موشن. ده كده اللاين اوف موشن. ارسم الفورسز ويت اهو، ارسم سهم الويت كام؟ يدينا الماس ب 2 يبقى 2 جي. في ايه كمان؟ قال لي في خط حركة عليه سيرفز يبقى في رياكشن ان. طبعا انا ممكن ارسم رياكشن ناحية اليمين او ناحية الشمال مش فارق. وفي مين كمان؟ الفورس بتاعت السبرينج اف سبرينج. خلي بالكم ان احنا لما بنرسم الاف سبرينج بنرسمها تنشن، بنرسم الاف سبرينج ايه؟ كقوة شد. طبعا قوة الشد الناس بقى اللي كانوا معايا في الترم الاول كنت دايما اقول لهم ان التنشن فورس هي فورس خارجه من البادي، فانا رسمت الفورس اف سبرينج ايه؟ خارجه من البارتكل طالعه لفوق اهي. اديني رسمت الفري بادي دايجرام. طب هرسم ازاي الكينيماتيك بادي دايجرام؟ ها قال لي شوف خط الحركه فين اهو، ستريت لاين، واتجاهه ايه؟ قال لي لتحت اهو. خلاص ارسم الام اي مع خط الحركه لتحت اهو. يا رب تكونوا فاهمين اهو. 2 اي ادي الكينيماتيك بادي دايجرام. قلت لي الخطوه اللي بعد كده برسم بختار اكسيز، هو انا ما اختارش حاجه يبقى انا اختار اكس وواي لانها ستريت لاين اهو. فين الاكس وفين الواي؟ تعالوا ناخد لون تاني اهو، ادي الاكس وادي الواي اهو، ادي الاكس وادي مين؟ الواي. بس انا شايف ان الواي اتاخد لاسفل، ليه؟ لان هو حاطط لنا الواي، ادي الاورجن اهي ونازل بواي اللي تحت، يبقى الواي اللي تحت افضل اهي. شاديه تتمسحت اهو، نشطب دي كده اهي، وادي الواي اللي ايه ينفع. اه ينفع طبعا، بس اللي ترسمه تلتزم بيه، اللي ترسمه تلتزم بيه. حتى الاورجن ممكن ناخده عند نقطة A اهو، ادي الاكس وادي الواي، ليه المسألة كلها على بعضها. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ قال لي طبق الرولز. بعد الرسم الكوردينس طبق الرولز. الرولز بتاعتي هي سيجما اف واي وسيجما اف اكس اهو. سيجما اف اكس ايكوال الام في الاي اكس، انا واخد الاكس رسمه ناحية اليمين. مين الفورس على الاكس؟ خلي بالكوا السيتا اللي فوق دي تيجي هنا، يبقى في عندي اف سبرينج كوساين سيتا ماينس ان ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو، لان مفيش اكسلريشن على الاكس. دي كده ايكويشن 1. بعد كده السيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال الام في الاي واي، احنا واخدين البوست بتاع الواي لتحت، يبقى معنى كده ان الاثنين جي بالبوزيتيف، لكن السبرينج بعد الريزولوشن هتبقى بالنيجاتيف. اف سبرينج ساين سيت الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 2 في الاي، ادي ايكويشن رقم 2. جبنا المعادلات، بس هو عايز الاي والان لما الواي بكام؟ ب 1 متر. يبقى احنا هنحط الواي equal 1 متر. طب دي نعمل بيها ايه؟ تعالى كده معايا هو دكتور صوت فصل ولا دي مشكلة من عندنا؟ تقريبا صوت فصل. تمام شكرا. نعم.
ها صوت كده رجع. تمام يا دكتور. معلش النت فصل عندي. معلش انا اسف طبعا. تعالوا نكمل. انا بقول ان هو كان طالب الريكورد بتاعه عنده واي ايكوال 1. فبصوا كده الرسمه ديت اهو من الاي للبي كانت 0.75 ادي الارتفاع الواي ولينس السبرينج كان ال بانجل سيد. طبعا ده مثلث رايت انجل عند نقطه A. يعني لما الواي ب1 اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان ساين سيتا وكوساين سيتا معايا لان السيتا هتساوي التان ماينس 1 الواي على 0.75 يعني التان ماينس 1 دكتور لو سمحت ما فيش شير سكرين عندي. مفيش شير سكرين؟ طيب استنى. ده تقريبا 6 من شير سكرينز. لا ده هو عشان لما النت قطع خرجني من الميتنج فكاني دخلته من جديد. طيب اهو انتوا كده شايفين صح؟ طيب معلش بتحمل ايه تمام. طيب لما تظهر قولوا لي. ظهرت تمام يا دكتور. ظهرت حلوه قوي. بصوا بقى لما الواي كان ب 1 متر الريكورد شغال صح؟ الريكورد شغال؟ الريكورد شغال. طيب لما كانت الواي ايكوال 1 متر اقدر من المثلث الرايت انجل دوت اجيب الثيتا واجيب ال ال. يعني السيتا واضح ان تان ماينس 1 هتبقى واي على 0.75 والال هتبقى الواي سكوير زائد ال 0.75 سكوير تحت روت. يعني الال والسيتا جم. طب والال دي هعمل بيها ايه؟ الال هجيب بيها الاف سبرينج هتساوي كي في ال ماينس ال نوت. كله بقى معايا الكي ب 3 والال نوت ب 0.75 والال حسبتها يبقى جبت الاف سبرينج. يبقى السيتا بقت معاك والاف سبرينج بقت معاك. تيجي في ايكويشن 1 تجيب الام هو كان طالب النورمال رياكشن وتيجي في ايكويشن 2 تجيب مين؟ تجيب الاكسلريشن. موضوع سهل بس ممكن نصعبه. هنصعبه ازاي؟ هاجي اقول لك هات لنا الفي بكام لما الواي بتساوي 1 متر. طبعا عشان تعمل ده لازم تجيب ال V function في الاكسلريشن. يا نهار ابيض ده الاكسلريشن من ايكويشن 1. من ايكويشن 1 الاكسلريشن بتساوي كام؟ نقسم الايكويشن كلها على 2 تبقى G الاف سبرينج هي K في L minus L نوت على ال 2 الساين سيتا بواي على L. طب ما تعالوا نختصر. يبقى من هنا الاكسلريشن هتساوي جي ماينس كي على 2 في 1 ماينس ال نود على ال في واي. طب ما هي ال ديت هتبقى جي ماينس كي على 2 هندخل الواي يبقى ال نود واي والال عباره عن كام؟ عن روت 0.75 بلس واي سكويرد. وهتشيل ال A دي وتكتبها v دي v باي دي واي وتعمل سيبريشن للفاريبل. هتجيب الفي فانكشن في الواي وتحط الواي ايكوال 1 تجيب مين؟ تجيب الفي. عارفين كل الكلام ده صعب قوي. الكلام ده يعني رياضه مكلكعه بس لما ناخد طريقه الورك اند انرجي هتلاقوا الريكوارد ده اتجاب في خطوه. عشان كده لازم تتقن امتى هستخدم الفورس اكسلريشن وامتى هستخدم الورك اند انرجي. لان الريكوارد اللي انا كتبته ده دلوقتي بالفورس اكسلريشن ياخد 10 دقايق ده للشاطر. طب والورك اند انرجي تاخد للطالب العادي دقيقه واقل. فطبعا الوقت مهم زي معرفتك للسؤال. انت لازم تكون عارف السؤال وتحله في الوقت المحدد ليه. طيب معلش هو طبعا النت قطع في المساله ديت. فهل في سؤال؟ هل في سؤال في المسألة دي؟ دكتور معلش ممكن سؤال؟ طبعا اتفضل. معلش هو ممكن المسألة دي كنا نحلها بلامي على طول قاعدة لامي؟ ايه قاعدة لامي؟ انا مش عارف ايه قاعدة لامي دي. هو لامي رول بتقول ايه قاعدة قوة لامي؟ على الزاوية القصاد. كل قوة على الزاوية القصاد تنفع؟ عارف انت مين؟ انت الطالب الخطير. حلو كده؟ قاعدة لامي بتطبق فور إكويليبرم صح؟ تمام. هترجع طالب عادي ولا لسه طالب خطير؟
لا تمام ايه مش تمام ده بادي بيتحرك يبقى ينفع اطبق قاعدة لامي ها لا عشان هو بيتحرك تمام الله عليك بقيت طالب عادي ولا طالب خطير بقيت طالب عادي اوعى اوعى تبقى طالب دكتور خطير لو صح قول ممكن سؤال قول معلش ممكن قول في الكينيتيك في الكينيتيك دايجرام حضرتك فرضت يعني الام في الاي اللي تحت بس هو لا اتجاه لا الحركه لفوق حضرتك قلت كنا يا بنفرضه راجل في يا نفس اتجاه مختلف الحركه لا 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 ليه لفوق طيب بص كده تعالى معايا عند نقطة ايه تعالى كده نروح سوا انا وانت عند نقطة ايه ايه الفورس اللي بتأثر الاف سبرينج هتبقى هوريزونتال كده صح مظبوط ومين اللي تحت الويت اللي تمام هو 2 جي وفي نورمال رياكشن خلي بالك ان الاف سبرينج في الوضع ده بزيرو عند نقطة ايه الاف سبرينج بزيرو ليه بزيرو لانها كي في ال ماينس ال نود والال مفيش ب 75 ستريتش في حصل فيها تمام حلو كده طيب بلوك بالمواصفات دي لو اتحرك هيتحرك لفوق ولا لتحت يكون محتفظ بالسرعة اللي هو كان مكتسبها وهو طالع لا مفيش فيتحرك فوق سرعة شوية كمان لا مفيش سرعة ده ريليز فروم ريست ات ايه اهو ريليز فروم ماشي تمام خلاص وصلت بص انت يعني عارف هو انت كان مش بيتحرك من فوق لتحت يعني ماشي ايوه تمام انت فهمتها انا كنت فاكره بالعكس بيتحرك العكس الله مظبوط عليك انت شكرا كنت فاكر ان هو عند سي ومشدود بالاف سبرينج ديت ونتيجة شدة السبرينج طلع لفوق بالظبط كنت فاكر انه بدأ من سي بس ما كنتش انت واخد بالي من تعرف الجملة دي يعني تعرف اللي انت سألته ده مسألة في الورك اند انرجي يعني هاجي في الورك اند انرجي ابدأ لك المسألة من عند سي واقول لك ستارت فروم ريست حلو الكلام واقول لك هات لي سرعته لما يمر بنقطة ايه او ساعتها هيكون اصلا هيكمل لفوق شويه كمان يعني عشان الله هو يكون عليك مكتسب فوق الله بالظبط عليك لان انا ممكن كمان اسالك هو كمل لحد فين ممكن يبقى بص بس ما بقى اعرفش ازاي بصراحه ولا سيب هنعرفها لما نوصل يعني بس بص كده من عند سي ريليز فروم ريست احنا بالمقلوب دلوقتي وصل عند نقطه ايه قول لي وصل بسرعه كام وقول لي راح لحد فين ما هو طبعا لما هيعدي على ايه هيعدي بسرعه هيكمل فوق شويه صح فين بقى فين المكان دوت فخلي بالك من سؤالك ده ممكن دكتور الماده يجيب لك نفس المساله اللي ذاكرتها اكتر من مره وحلتها اكتر من مره وهو حلها معاك بس يسال بطريقه تانية في نفس المساله ممكن المساله دي كلها ادي لك انا الاكسلريشن واقول لك هي ال ال نود بتاعت السبرينج ده كانت بكام ممكن اقول لك هات لي السيتا مثلا كانت سرعته عند الاي وصلت بخمسة قول لي بقى كان نقطة سي كانت فين ما اديتلكش مكان نقطة سي جيب لي الواي بكام او جيب لي السيتا بكام فحاولوا من ملخص كلامي بقى حاولوا من المسألة اللي تتشرح في المحاضرة تخترعوا انتوا مسائل وريكوايرد دلوقتي انا مديك معادلتين المعادلتين فيهم اف سبرينج وسيتا وان واي معادلتين يعني تو ريكوايرد طب انا المره دي طلبت الاي والان طب ما ممكن يديني الاي انا بقى وانا بذاكر ممكن يديني الاي والان ساعتها هيطلب مين ساعتها هيطلب السيتا والاف سبرينج لا ده اداني الاف سبرينج والاي ساعتها هيطلب الان اقعد بقى اتحرك كده في المساله حتى بدماغك مش لازم بالكتابه يبقى احنا بنحل المساله الاصليه بالكتابه وبالتايم زي ما اتفقنا عشان وقت الامتحان يكفيني وابقى عارف التايم قد ايه زائد كمان اقول ايه ده هو لو عايز يخترع في المسألة دي ممكن يخترع ازاي ده ممكن يطلب كذا ده ممكن يزود كذا ده ممكن يزود فريكشن طب لو في فريكشن في المسألة دي لو كان الرد ده رف هيبقى ايه الحل المسألة هتتحل ولا ما تتحلش طب ولو ما تحلتش هيبقى في بديل للماسود ديت ولا ما فيش بديل تقعد بقى تقلب الافكار ديت تلاقي نفسك المسألة أصل في ناس بتقول يا دكتور ده أنا بذاكر المحاضرة بعد ما فهمتها منك في 5 دقايق ده المحاضرة لازم تتفك لمحاضرة واثنين وتلاتة من دماغك أنت بقى وتبدأ تطلع إيه تطلع في أفكار كتير تفكر فيها طيب دكتور اتفضل معلش هو النورمال رياكشن بيظهر على أي سيرف على سيرفس ولا ممكن عادي يظهر في الجو؟ هيظهر في الجو ازاي ده اسمه نورمال رياكشن
يعني اسمه normal surface reaction. surface يعني حاجة أنا لمستها solid. surface يعني حاجة solid لمستها فبدأت ترد علي. لكن لو أنا في الجو هيبقى عندك احتمال من الاثنين، يا إما الجو دوت ليه ريزيستنس هوا إحنا أهملناها، يا إما ليه ريزيستنس هوا مالها إحنا اعتبرناها، زي المسألة بتاعت البروجكتال اللي إحنا لسه شرحين. بس ريزيستنس الهوا بتختلف على اختلاف ريزيستنس سيرفز. ريزيستنس الهوا بتبقى مرتبطة بسرعتك جوه الهوا. عارف انت لما تكون راكب عربيتك وتطلع دراعك كده من العربية فبتلاقي دراعك بيتزق الورا، طب الزقة الورا دي ثابتة ولا على حسب سرعة العربية؟ على حسب سرعة العربية، فدي اسمها دراج فورس. دراج فورس طبعا دي بتبقى موجودة في حسابات الايروداينامكس، ما بيجي يتكلم على طيارة عايزة تتحرك، عربية عايزة تتحرك، طبعا هتلاقي عربيات السبق مدببة، يعني البوز بتاعها ايه مسنن كده، ليه؟ عشان يقلل مقاومة الهواء. لكن لو هو عمله عريض زي العربية النقل مش هيعرف ياخد سرعات عارية، ليه؟ لانه كده عمل سطح يخبط الهواء فيه. وصلت؟ تمام. دكتور معلش عندي سؤال في المسألة اللي فاتت. ما شاء الله اسئلتكم كتر، تقولي. هو في اخر required وعايز الفي لما كانت واي بس واحد. طب احنا كنا جايبين اصلا الـ A، جايبين acceleration لما كانت الـ Y بواحد، فليه ما عوضناش معادلات لها؟ الله عليك، انت الطالب الخطير بقى، شفت الطالب الخطير موجود ازاي؟ حسيت. تعالي نكتب الطالب الخطير اهو. الطالب الخطير هيعمل ايه؟ الطالب الخطير هيجي يقول ما احنا حطينا الـ Y ب1، جبنا acceleration، احنا جبناها بكام؟ استني كده، تلعب ب 9.2 قال لي بس، يبقى الفي سكوير ايكوال في نود سكوير بلس 2 اي في واي. انت عايز ايه؟ كنت عايز الفي، ماشي. الفي نود كانت بكام؟ كانت بزيرو بلس 2 في 9.21 في الواي اللي هي ب 1، كل ده تحت الروت جاب فيلوستي. تعالي نحسبها اهو، يبقى 2 9.21 في 1 تحت الروت ادتني 4.29. وتعالي نعمل كده. ها ايه الغلطة يا شباب؟ الاكسلريشن مش كونستنت. ايوه، اجي انا بقى في الامتحان احل لكم، احط لكم ال 4.29 ديت احد الاختيارات واحط الفي الصح. بص كده يا باشمهندسة، احنا غدا غلطنا نفس الغلطة. فين؟ اهو شايف الطالب الخطير هنا في السلايد ديت. كان برضو الاكسلريشن فانكشن في الفي، فمن احنا حطينا الفي ب50 جبنا، دي اسمها لوكال اكسلريشن. الاي بنيجاتيف 12 دي اسمها لوكال اكسلريشن. خلي بالك ان الموشن عباره عن لاين او باس وبوينتس على الباس. بص كده الملحوظه دي بقى، انا عندي لاين اوف موشن اهو، اللاين اوف موشن ده عنده بوينتس، ستارت بوينت واند بوينت. الستارت بوينت عندها ايه؟ عندها في نود وعندها تي وعندها اس نود، والاند بوينت عندها ايه؟ عندها في وعندها تي وعندها اس. ما بين النقطتين في اكسلريشن، يبقى الاكسلريشن مش لوكال فاليو. فلو انت حطيتي الواي ب1، الاكسلريشن اللي جبتيها ديت ات واي ايكوال 1. لكن انا لما بدرس ما بين نقطتين، النقطتين هما مين؟ هما الواي بزيرو لحد الواي ب1، دي انترفال. الاكسلريشن بقى في الانترفال دي بكام؟ ما ينفعش اخدها 9.21. وصلت؟ تمام وصلت. تمام، اوعى تبقى طالب، اوعى تبقي طالب خطير. حاضر. تعالوا نشوف الاكزامبل دوت 13.8. اقفلوا المايك بقى يا جماعه. بيقول لي هنا ذا سكاي جامب شون كان بي ابروكسيميتد باي ذا بارابولا شون. الراجل جايب لي كيرف كده، واحد بيتزحلق عليه واداني معادلته واي بتساوي اكس سكوير ديفايدد باي 20 ماينس 20. بيقول لي ديترمن
determine the normal force on 70 kilograms square the instant she arrives at the end of the jump point A. يعني هات لنا النورمال فورس لما يوصل عند نقطة A where her velocity is 19 meter per second. Also, what is her acceleration at this point? عايز يعرف الاكسلريشن وعايز يعرف النورمال رياكشن لما يوصل عند نقطة A. اللي أنا قريته ده قراية الطالب الخطير. تعالوا نقرأ قراية الطالب العادي. الطالب العادي هيقول لي ان ده سكاير الماس بتاعته بتساوي 70 كيلوغرام. هيقول لي ان السيرفس هنا سموز. طب يا دكتور ده ما قالش. ما هو عشان ما قالش مفيش فريكشن. طيب ايه كمان الموشن؟ خلي بالك الموشن هنا كيرف. الموشن هنا ايه؟ كيرف. احنا كل المسائل اللي فاتت عمالين نرسم الكينيماتيك بادي دايجرام للستريت لاين. طب يا دكتور لو كان كيرف ارسم الكينيماتيك بادي دايجرام ازاي؟ هنقولها هنا. بعد كده الريكوايرد بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لي الان عند ايه؟ حتى سميتها ان ايه؟ وهات لي الاكسلريشن عند ايه؟ بس خلي بالك ان الفلوستي عند ايه بتساوي نيجاتيف 19 اي. ايه ده ما قالش نيجاتيف 19 اي. دي جبتها منين؟ بصوا كده اهو الراجل قال لي وير هير فلوستي عند ايه كانت 19 متر بير سكند. رحت انا بقى بصيت للرسمه لقيت ان نقطه ايه هي النقطه اللي على الكيرف ده. الفلوستي بتبقى تانجنت للكيرف. تانجنت تو ذا باث. يعني معنى كده ادي التانجنت اهو. فهتبقى الفلوستي بالمنظر ده. طبعا هو نازل لتحت. دي كده 19. وهو اصلا رسم لي الاكسيز اكس وواي. فال 19 ديت جت بارلل للاكس وعكسه. فيبقى الفلوستي عند ايه كانت كام؟ نيجاتيف 19 اي. عيب الداينامكس او صعوبة الداينامكس الترجمة. بصوا كده واحد كتب الـ VA بتساوي 19 متر بير سكند. المعلومات ناقصة. المعلومات ايه؟ المعلومات بتاعتك فيها مشكلة. لازم تبقى ادق من كده في ترجمة كلمات المسألة. والله اي مسألة بتقف قدامك مش عارف تتحرك بتبقى مشكلتها هي ان انت ترجمت ترجمة ناقصة في معلومات الراجل مديها لك وانت طنشتها او ما عرفتش تطلعها. طيب اديني ترجمت. اعمل ايه بعد كده؟ قال لي بعد كده ترسم فري بادي دايجرام وكينيماتيك بادي دايجرام. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام تعالوا نرسمه عند نقطة ايه اهو. ادي البادي عند نقطة ايه. نرسمه فري ونرسمه كينيماتيك. ادي التانج اهو ده كده التانجنت اهو ده كده التانجنت. خلي بالكم ان اصلا الطريق ايه عامل كده ده الطريق اهو. ايه الفورس اللي بتأثر على البارتكل ده؟ قال الفورس اللي بتأثر على البارتكل دوت هي وزنه بكام ده؟ 70 يبقى 70 جي. وايه كمان؟ قال لي والنورمال رياكشن اهو. ادي النورمال رياكشن ان ايه. اديني رسمت الفري بادي دايجرام. ارسم لي بقى كمان الكينيماتيك بادي دايجرام. خلي بالك بقى هنعكس الستبس اللي احنا قلناها. هنعكسها ازاي؟ نكتب النوت دي فين؟ تعالوا نكتبها هنا كده اهو نوت. For curvilinear motion بنرسم ال MA according to the selected
coordinates. ايه الكلام ده؟ يعني لو حضرتك اخترت x و y هترسم m e x و m e y. لو اخترت t و n هتبقى m e t و m e n. لو اخترت r و سيتا هتبقى m e r و m e سيتا. يبقى واضح ان احنا في حالة الكيرفلينير ما بنرسمش m a، بنرسم components يا اما x و y يا اما t و n يا اما r و سيتا. طيب انا شايف يا دكتور ان هو اصلا الراجل مختار الكوردينتس x و y، يبقى انا هشتغل x و y. ده انا شايف كمان يا دكتور ان هو محدد الاكس ازاي والواي ازاي، يعني هو محدد ادي الاكس اهي وادي الواي اهو، ادي الاكس وادي الواي. ماشي، يبقى احنا لما نرسم هنرسم ام اي اكس وام اي واي اهو. هاجي هنا اقول له في هنا 70 اي اكس وفي هنا 70 اي واي. اوعى حد مننا طالب الخطير هيعتبر ان عند الايه هو ماشي في ستريت لاين يبقى الاكسلريشن. بص بقى الطالب الخطير، الطالب الخطير هيعمل ايه؟ هيجي عند نقطه ايه واللي ده التانجنت، يبقى الرسمه بتاعتي اهي 70 اي. ده الطالب الخطير، سيبنا منه. طب يلا انا اختار اكس واي، لا ده هو اختار اكس واي وانت رسم الاكس والواي 70 اي اكس و70 اي واي. الخطوه الثانيه، الخطوه اللي بعد كده، انا بس بنشطب الطالب الخطير ده اهي، الراجل حتى مش راضي يتشطب اهي. تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا نطبق الرولز. سيجما اف واي وسيجما اف اكس. سيجما اف اكس ايكوال الام في الاي اكس، ادي الاكس اهو ناحيه اليمين. مين الفورس اللي على الاكس؟ لو بصيت على الفري بادي دايجرام مش هلاقي اي فورس على الاكس. تعالوا نرجع الكيرف اللي كان مرسوم اهو، ده كده الفري باري دايجرام، مفيش فرصة على الاكس، يبقى زيرو. ايكوال 70 في الاكس، يعني معنى كده ان الاكس بكام؟ بزيرو. السيجما فرصة على الواي ايكوال الام في الاي واي، الواي احنا واخدين الواي لفوق اهو. مين الفرصة اللي على الواي؟ الان ايه ماينس 70 جي ايكوال الماس في الاي واي. المعادله دي مجهول فيها الان والاي واي، ادي معادله واحده. دكتور انا اسف على المقاطعه بس قبل ما نكمل في حاجه جزئيه بس انا مش فاهمها. حضرتك ال 70 اي اكس و 70 اي واي دول مركبات اني فورس بالظبط؟ دي مركبات الاكسلريشن مش مركبات فورس. مش احنا الام اي ديت ممكن تتكتب ام اي اكس اي زائد ام اي واي جي. تمام، الام اي دي هي فورس صح؟ اه الام اي فورس، بس بنرسمها في الكينيماتيك بادي دايجرام. آه طب تمام حضرتك، يعني الجسم ده بيأثر عليه فورس بتحركه كده؟ ياد لا، هي الفورس في الفري بادي دايجرام مسببه للكينيماتيك بادي دايجرام. مش احنا بدأنا الحصه النهارده وقلنا سيجما فورس ايكوال ماس في اكسلريشن؟ السيجما فورس دي فورس والماس اكسلريشن دي فورس برضه، بس دي فورس ابلايد ودي فورس كينيماتيك. يعني البادي لما بأثر بفورس الفورس دي بتتحول لكينيماتيك فورس تبدأ تحركه، بدليل ان انا لو حطيت فورس 100 نيوتن على جسمين، جسم كان كتلته 5 كيلو جرام وجسم كان كتلته مثلا 50 كيلو جرام، ال 100 نيوتن هتأثر على مين اكتر؟ هتأثر على الخمسة. مين اللي هيتحرك اسرع؟ الخمسة. ليه بقى؟ لان الابلايد فورس هنا سببت كينيماتيك اكسلريشن اعلى، يبقى البادي بيتحرك نتيجه الام في الاي. طب والام في الاي مين اللي طلعها؟ السيجما فورس. يبقى انا بحط السيجما فورس على حسب كتله البادي بتتحول لام اي، الام اي دي بتبدا تحرك البادي، فلازم السيجما فورس تبقى ايدنتيكال للكينيماتيك فورس اللي هي ام في اي. نيوتن قال ان السيجما فورس ايكوال
ماس في اكسلريشن، يعني الفورسز اللي على الفري بادي دايجرام اللي هو على الشمال ده هتكون مطابقة للكينيماتيكال فورس اللي هي ام في اي. تمام انا فاهم قصدك حضرتك، بس انا بقول هنا في الجزئيه دي السكاير ده الفورس بتاثر عليه بتجي منين؟ بس هو ده اللي انا عايز افهمه. وزنه يعني وزنه هو اللي عامل المركبتين. بص انا اقول لك انت بتلخبط في ايه. انت شايف هنا ان ال 70 جي لتحت وال ان اللي فوق، فما فيش فورس في اتجاه الزحلقه، صح كده؟ هو المفروض 70 جي دي هنحللها مركبتين، واحده كده في اتجاه الكيرف وواحده في اتجاه حركته. مفيش بقى تحليل، ما هو اتجاه حركته عند نقطه ايه ماله؟ في الاتجاه اللي هو بتاع الاكس اكسس، مش هو ماشي ب 19 اتجاه الاكس اكسس؟ يبقى واضح ان مفيش فورس على الاكس اكسس، صح؟ تمام. بدليل ايه؟ بدليل ان الاكسلريشن على الاكس اكسس بكام؟ بزيرو. بس خلي بالك بقى، لما تكون الاكسلريشن بزيرو مش معناها ان البادي واقف. الاكسلريشن بزيرو معناها ان حاله البادي ثابته. ركز بقى في اللقطه دي، الاكسلريشن بزيرو مش معناها البادي واقف، الاكسلريشن بزيرو معناها ان حاله البادي ثابته. طب حاله البادي ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما كان واقف فيفضل واقف، يا اما كان بيتحرك بسرعه فتفضل نفس السرعه. يعني مثلا لو افترضنا ان الراجل اللي بيتزحلق ده وهو عند المكان اللي انا شاورت عليه دلوقتي ده كانت سرعته بصفر، فمركبه وزنه هتحركه، صح؟ صح ولا غلط؟ مركبه وزنه هتحركه. لما وزنه يتحرك هيكتسب كاينتيك انرجي، هيبقى عنده هنا بوتنشال انرجي برقم وعنده كاينتيك انرجي بزيرو. وزنه هيبدا يتحرك، يوم يحول البوتنشال لايه؟ لكاينتيك. طول ما هو نازل البوتنشال بيتحول لكاينتيك، بدليل ان سرعته عماله تزيد. لما يوصل عند نقطه ايه؟ هيبقى كل البوتنشال اتحول كاينتيك. يجي يكمل بقى الناحيه الثانيه يعمل ايه؟ يطلع، فيحول ايه؟ الكاينتيك لبوتنشال. يبقى وجود السرعه اللي هي ال 19 دي ما جاتش في اللحظه دي، ده هي جت نتيجه ايه؟ هيستوري قبليها، ان هو قبليها كان عمال يكتسب في سرعه، لما وصل عند نقطه ايه كانت السرعه دي 19. عارف زي ايه؟ زي انا كنت ماشي بعربيتي وانا ماشي البنزين خلص. السؤال، هل اول ما البنزين يخلص هقف ولا هيحصل ايه؟ هستمر في الحركه شويه. هو ده بالظبط اللي حصل معانا، هو ده اللي حصل معانا بالظبط في المساله دي. تمام. شكرا دكتور. يلعب. تعال بقى نوضحها اكتر من خلال المعادلات. هنا في ناس بتتخانق مع بعضها، وخلي بالك برضو تكملة على اجابة السؤال، ان الاكسلريشن بتتكلم على مستقبل البوزيشن ده. يعني انت لما بتيجي تدور العربية، العربية بتبقى واقفة، لما باجي ادوس بنزين العربية برضو بتبقى واقفة، لكن بعد كده بتتحرك، بعد ما بدوس بنزين بتتحرك. لكن لما اجي احسب في اللحظه دي هقول السرعه بزيرو والاكسلريشن بخمسه، اجي في الثانيه اللي بعدها هقول ايه؟ هقول السرعه بقت خمسه، ما هو كان في اكسلريشن عند زيرو بخمسه. يبقى الاكسلريشن ممكن تتواجد والسرعه بزيرو، الاكسلريشن ممكن تتواجد والسرعه ثابته، لكن تعمل ايه بقى؟ ال 19 دول هيتغيروا بعد شويه، يقلوا او يزيدوا على حسب كيس المساله. فانا عندي هنا معادلتين، معادله طلعت لي ان الاكس بزيرو، ومعادله تانية ما بين ال ان اي وال اي واي. كده شابتر الفورس اكسلريشن خلص والمساله ما اتحلتش، لا لسه في ستيب 5، ان حضرتك تروح تعمل ايه بقى؟ تروح للكاينيماتيك. الكاينيماتيك قال لي ايه؟ قال لي ان الواي بتساوي اكس سكويرد على 20 ماينس 20، ده انا ممكن اعمل لها دريفت بجيب الواي دوت، هتساوي ايه بقى؟ 2 اكس اكس دوت على 20. ده انا ممكن اعمل لها دريفتيف كمان اجيب الواي دبل دوت، هتبقى كام؟ هتبقى اكس اكس دبل دوت زائد اكس دوت سكوير ده على 20. خلي بالك ات ايه الاكس دوت بكام؟ بماينس 19. على 10 يا دكتور بقى. على 10. انت صح، على 10.
على 10. برافو عليك. الاكس دوت بكام؟ بماينس 19. والاكس بكام؟ بزيرو، لان انا عند نقطه A الاكس بزيرو. طب والاكس دبل دوت بكام؟ ما الاكس دبل دوت هي الاي اكس بزيرو، كل ده عند نقطه A. عوض في الايكويشن، جبت مين؟ جبت الاي واي. الاي واي هتطلع ب 19 ماينس 19، الكل سكوير ده على 10. جبت مين؟ جبت الاي واي. عوض في ايكويشن 1، جبت مين؟ جبت الان اي. طيب تعالوا كده نقول ايه بروبلم. بروبلم ايه البروبلم ديت بقى؟ فايند ال، دي سمي دي نقطه بي. فايند ايه بقى يا سيدي؟ فايند الان، فايند الاكسلريشن ات بي، وير الفي عند بي كانت بتساوي، نقول رقم اقل من 19، نقول مثلا كانت 10 متر بير سكند. فكروا في ديت، فكروا في ديت. طيب يا دكتور هي المساله دي ينفع تتحل نورمال اند تانجنت؟ ينفع تتحل نورمال اند تانجنت، حتى الكتاب حللها نورمال اند تانجنت. هعمل ايه لما اجي ارسم الفري بادي دايجرام؟ اهو نورمال ان اند تي ماست، اهو ادي التانجنت وادي الان، ادي السبعين جي وادي الان. ايه هنيجي نرسم الكينيماتيك بادي دايجرام؟ انا اخترت التانجنت اهو، يبقى ده كده كام بقى؟ سبعين ولا كام؟ سبعين ايه تانجنت، وادي سبعين ايه نورمال. طبعا الاي تانجنت بترسم مع التانجنت، والاي نورمال بترسم ناحيه السنتر اوف كيرفيتش، طبعا الكيرف السنتر بتاعه فوق. هقول له سيجما اف ان ايكوال الام في الاي ان، يبقى ان اي ماينس 70 جي بتساوي الام في ايه بقى؟ في اي سكوارد على الرو عند ايه؟ الفي بكام؟ ب 19. طب والرو؟ القانون بتاع الرو اللي هو 1 زائد واي داش سكوير 3 على 2 على واي دبل داش، هتعرفوا تجيبوا الرو عند ايه يعني. يبقى جبت الان والسيجما اف تي ايكوال الام في الاي تانجنت، مفيش فورس على التي، يبقى الاي تانجنت بكام؟ يبقى الاي تانجنت بزيرو. طبعا لو انت عايز الاكسلريشن ممكن تبقى اي اكس سكوير زائد اي واي سكوير تحت الروت، او ممكن تساوي اي تانجنت سكوير زائد اي نورمال سكوير ده ايه تحت الروت. فكروا في ديت لانها مهم. سمعت يا دكتور، هو احنا استفدنا ايه بال20 اللي هي الاكس كوردينتس او الاكس اكسس، يعني اللي هو اعلى ب 20 من الـ. قصدك ال20 اللي موجود على الرسمه ديت؟ والله انا ما استخدمتهاش بصراحه، يعني انا شخصيا ما استخدمتهاش. هي ممكن تكون في طريقه تانية مثلا، يعني تنفع لطريقه تانية؟ والله تقول لي انت بقى، هل في طريقه تانية ولا ما فيش طريقه تانية؟ انت اللي تقول، ولا هل ديت عشان نرسم الرسمه؟ هذه برضو وارد، خلي بالك ان هو مديك المعادله واي بتساوي كذا والاوريجن موجود فين؟ موجود في المكان ده؟ لا ده الاوريجن موجود فوق اهو، شايف الاوريجن فين؟ ده الاوريجن. طيب هو حاطط ال20 دي عشان يقول ان الاي تحت الاوريجن ب20، الاي تحت الاوريجن ب20، فهو بيوصف ده رسمه. خلي بالك ان مش كل الارقام على الرسمه هنستخدمها، خصوصا لما تكون بتوصف جيومتري. يعني انا لما بوصف جيومتري يعني هو واضح ان هو حاطط ال20 دي عشان يوصف الجيومتري. طب هل هو كان محتاج يكتبها؟ ها ده سؤال بقى، هل هو كان محتاج يكتبها لسبب؟ علشان بس يعرفني ان نقطه ايه هي البيز بتاعت الشكل ده، انا مش عارف ان هو ممكن طب مثلا طب من تحت. لا طب ممكن اعمل كده اهو، ايه رايك؟ اخدت بالك انا عملت ايه دلوقتي؟ حضرتك نزلت ب الواي لحد ما قطعت نقطه ايه. هل انا محتاج يا جماعه اكتب ال20 دي؟ لا هو انا اقصد انا ايش عرفني بقى ان الاي دي هي النقطه اللي بعديها الكيرف هيبدا يطلع، ما هو ممكن يكون هيكمل نزول. لا ازاي بقى؟ ما هو راسم، الراجل راسم خط بس انا زودت عليه عشان يتشاف. لا راسم طبعا، لا هو راسم. لا ممكن راسم اعرفها من الباث ايكويشن يا دكتور. برافو عليك، الله عليك. يبقى ال20 دي ملهاش، هحط في الباث ايكويشن ديت الاكس بكام؟ بزيرو. لما احط الاكس بزيرو تطلع الواي بكام؟
بالنيجاتيف 20 بس كده بس كده. فساعات الدايمنشنز على الرسمه ما تبقاش كلها مستخدمه. بصوا انتوا في الكليه بتعدوا بكذا مرحله. المرحله الاولانيه ان كل الداتا معاكم، وساعات يبقى في داتا زياده ما بنستخدمهاش. بنيجي بعد كده في مرحله تانية نقلل مجموعه من الداتا، فتعمل ايه؟ فتبدا تفرض، تقول ده هو ما اداناش الميو اس، وانا عارف ان السطح دوت مثلا كان سيراميك، وانا عارف من التيبل اللي انا درستها ان السيراميك دوت الخشونه بتاعته كذا، يبقى الميو اس تقريبا 0. كذا. ففي بعض الداتا بايه انت بتفرضها، تمام؟ نيجي بعد كده بقى في مشروع التخرج، بتفرض الداتا وبتفرض كمان الريكوايرد لحد ما تطلع برودكت كامل. فدي مراحل تدريس هتعدي بيها خلال الكليه. انا طبعا ضغطت عليكم النهارده، معلش النت قطع مره كده، بس عشان خاطري المساله اللي انا بروستها دي تفكروا فيها كويس جدا، لانها مهمه جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم. سلام. معلش يا دكتور، عندي سؤال لو حضرتك عندك وقت. ها اسال. ده هو ليه بس الاي تانجنت اللي عملتها شمال؟ ممكن تبقى يمين عادي يعني، الدايركشن اي حاجه صح؟ مع اتجاه الموشن، انا رسمتها مع اتجاه الموشن. لا اي حاجه، الاي تانجنشال اي حاجه، لكن عارف مين اللي مش اي حاجه؟ الاي نورمال. ايوه الاي نورمال لازم تروح فين؟